السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي، مرحبا بكم معي في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم جوج ديال الوصفات. غادي نقدم لكم كما كتشوفوا كوكيز اللي كيجي بالشوفان، يعني هذاك وصفة اللي كتجي رائعة ناجحة 100% وصحية، أكيد غادي تعجب الوليدات ديالكم. وغادي نحضر لكم ميني بانكيك اللي كيجي هشيش يعني وخفيف وكيجي رائع ولدي. كنتمنى ان شاء الله هاد الوصفه تعجبكم وينالوا الرضا ديالكم. بقاو معايا ان شاء الله، نمروا المقادير والطريقه ديال التحضير وفرجه ممتعه. بالنسبه للمقادير كتقدروا الاخوات كتضاعفوا الكميه ديال هاد المقادير. هنايا كنحتاجوا 100 غرام ديال الشوفان، 90 غرام من الدقيق، عندي ملعقه صغيره من الخميره الكيماويه، عندي ملعقة صغيرة من القرفة، عندي حبة بيض واحدة، وكنحتاج ملعقة صغيرة من الفانيليا، جوج معلقات كبار من الزيت النباتية أو كتقدروا كتعملوا زيت الكوكو. وهنايا عندي 140 غرام من العسل، 90 غرام من حبيبات الشوكولاتة. هنا كما كتشوفوا في هذا البول ضفت الشوفان والدقيق، ومن بعد غادي نضيف ملعقه صغيره من القرفه، من بعد غادي نضيف ربع ملعقه صغيره من الملح ونصف ملعقه صغيره من الخميره الكيماويه. صافي، غادي ندمج هاد المكونات جيدا. وكما كتشوفوا هنايا الاخوات عندي 140 غرام من العسل، وغادي نضيف عليه جوج معالق كبار من الزيت النباتيه او الزيت ديال الكوكو يعني جوز الهند، يعني تيكون ديال هكذا ديال الطبخ. حبه بيض واحده، بالنسبه للبيض الاخوات تكون صغيره، ملعقه صغيره من الفانيليا. كندمج هاد العناصر جيدا، كتخفقوه مزيان الاخوات باش كينسجم لكم هاد العناصر كتندمج. ومن بعد غادي نبقى نضيف الخليط بالتدريج حتى كنحصلوا عليه على هاد الشكل هذا. وكاخر مرحله غادي نضيف حبيبه الشوكولاته 90 غرام. من بعد هذا الخليط غادي ندخلو للثلاجة، غادي نخليها الاخوات 30 دقيقة. وكما كيبان لكم هنايا من بعد ما كنخرج هذا الخليط من الثلاجة كنحصل عليه على هذا الشكل هذا، يعني الخليط كيتشرب. هنايا صافي كنضيف تقريبا واحد مقدار ديال ملعقه كبيره وكنحربلها وكنضيفها مباشره على الصينيه للفرن، يعني بلا ما تبسطوها الاخوات، غير هكذا حربلوها ونزلوها فوق الورق الغذائي. صافي، انا غادي نبقى مستمره من نفس الطريقه حتى نكمل هذا الخليط اللي عندي. وبالنسبه للفرن درجه الحراره 170، كتخليو هاد الكوكيز من 12 دقيقه حتى 13 دقيقه، وعلى حسب دائما كما كنذكر لكم الاخوات على حسب النوعيه ديال الفرن ديالكم. وكما كيبان لكم هذا هو الشكل النهائي، راه كيجي رائع ان شاء الله، غير جربوه اكيد غادي يعجب الوليدات ديالكم، يعني يديوه معاهم هكذا للمدرسه او ملي كيجيو هكذا في العشيه، يعني صحي وناجح 100% وكيجي رائع ولذيذ. وبالنسبه للاخوات ميني بانكيك اللي كيجي رائع وهشيش الصراحه ان شاء الله غادي يعجب الوليدات ديالكم. دائما كنعرفوا بالله الحاجه اللي كتجي هكذا ستيوته وصغيره كيعشقوها الوليدات ديالنا. كنحتاج جوج كيسان ديال العنبه ديال الدقيق،
50 غرام من الزبدة المذابة، جمعيقات كبار من السكر، حبتان من البيض، 375 غرام من الحليب أو ملي، وعندي هنا ملعقة صغيرة من الخميرة الكيماوية وربع ملعقة صغيرة من الملح. كمرحلة أولى كنضيف البول، كنضيف حبتان من البيض. يعني دائما كنقول لكم الأخوات كتقدروا كتضاعفوا الكمية. وعندي هنا السكر، كنخفق هاد العناصر جيدا. يعني في رمشه عين يعني كتجربوا هاد الوصفات اكيد يعني ما غاديش تغرق لكم الوقت كثير، وغادي تفرحوا بها حتى الوليدات ديالكم. هنايا كما كتشوفوا مع الخفق ضفت الزبده، يعني دائما مع الخفق جيدا. ومن بعد غادي نضيف معلقه صغيره ديال الخميره الكيماويه ما يعادل 7 غرام، كنضيفها على الدقيق. يعني جوج كيسان الاخوات يكونوا عامرين مزيان ديال هذا الكوب ديال العنبه من الدقيق. صافي كنضيف هذا الدقيق، كنخلو مزيان يعني كنغربلو جيدا مع الخلط على هذا الشكل هذا. ان شاء الله الاخوات اكيد غادي نقدم لكم بزاف الاخوات اللي كتبوا لي بلا باغين بحال ما هكذا الاكل التقليدي المغربي الاصيلي، يعني ديال هذا التقاليد ديالنا. وان شاء الله انا منزله لكم العديد العديد من الوصفات الاخوات، غير دخلوا القناه راها العديد اللي غادي تلقاو، يعني الطبخ التقليدي على حقو طريقو، يعني اي حاجه ان شاء الله غادي تلقاوها. واكيد غادي ان شاء الله نبقى نقدم لكم دائما الجديد. صافي كما كتشوفوا من بعد الخليط يعني كدمجوه مزيان حتى كتحصلوا عليه على هذا الشكل هذا. من بعد كتضيفوا واحد المقلاه على النار، كتكون ما كتلتصقش، وكتدهنوها بالقليل من الزيت النباتيه. وصافي هنايا مع انا غادي نديرهم صغيورين، كد يعني بهاد الملعقه ديال اللي كنقيسوا بها، يعني هي باش عبرت. صافي كنبقى على هذا الشكل هذا، كنقلبها من الجهه الثانيه حتى كتحمر من الجهتين، وكنحصلوا عليها على هذا الشكل هذا، يعني اللون الذهبي. انا غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل هذه الكميه اللي عندي. وكما كيبان لكم هذا هو الشكل النهائي، يعني قدمته بهذا الشكل هذا. ضفت عليه من الفوق صوص ديال الشوكولاته، وضفت عليه اللوز اللي مهرمش ومصهد. يعني كتبقى دائما على حسب الرغبه ديالكم الطريقه ديال التزيين، كتقدروا كتعملوه بالزبده او بعسيله او بهكذا البنان حتى هو مع العسل اللي كيجي رائع. اي حاجه متوفره عندكم في البيت ديالكم. كنتمنى الاخوات الفيديو يعجبكم وينال الرضا ديالكم، يعني اكيد غير جربوهم وردوا عليا. هاد الوصفات راه كيجيو رائعين، وبالنسبه للكوكيز يعني راه صحي وناجح 100% وكيجي لذيذ بزاف. ما تنسونيش الاخوات من اللايكات ديالكم والتشجيعات ديالكم، وبارطاجيو الفيديوهات ديالي مع هذا العائله والاصدقاء باش تعم فائده على الجميع. وبسلام عليكم، خليتكم في امان الله الى فيديو قادم ان شاء الله.